شرفت جنكيز بيك. وينو معلمكم؟ هلا حكاني جنكيز بيك وقال لي مشان تحكي. اتصل فيه. يلا بسرعة. برافو عليك، فيك تمشي. حاضر معلم. شو أخي؟ شرف جنكيز بيك ولا لسه؟ شرف شرف معلم. لا تواخذني معلم، بس فكرت إنه أخي. أخوك ليكو قاعد قدامي هلأ، بس الحيوان عم بيقول ما في بضاعة هون، طارت كلها وما بيعرف أي معلومة عنا، وعم بيسألني فوقها، وأنا عم وجه لك هالسؤال إلك سنان. مين سرق البضاعة اللي أساساً ما في بني آدم بيعرف بمكانها غير أنا وياك؟ معلم صدقني أنا كمان ما عندي خبر ابنه، وأنا مستغرب من الحكي اللي عم تقوله. يعني مين هاد اللي بده يتجرأ يعمل معنا قصة مثل هي؟ أكيد في شي حدا بيعرف بقصة هي البضاعة، بيكون استغبانا وعمل هالحركة. بس صدقني أنا مالي علاقة بنوبة معلم. أنا ما بيفيدني هالحكي ولك، حدا خان التاني، يا أنا يا أنت. أخي أنا شعبان، حاكيك بعد شوي. لك لا! أنا بورجيك يا حقير، أنا بورجيك! والله لحتى قدك! ماشي يا جنكيز، الحق علي ما قتلتك!